جزيل الشكر للاستاذ الدكتور محمد الصاوي يعني على قبول الدعوه ان هو يشاركنا النهارده. دكتور محمد يعني بصراحه من الناس اللي لا تحتوي كلمات، يعني زي ما بيقول من الصعب انك توصف حد بالقيمه العلميه والقيمه الانسانيه بهذا القدر يعني. بس الدكتور محمد بصراحه من الناس اول ما عرضت عليه الفكره رحب جدا جدا. دكتور محمد يعني علم غزير وخبره عميقه وعنده رساله حابب يوصلها، وبصراحة هي رسالة سامية، يعني قصة إن إحنا في الطب بنتكلم وبناخد هيستو وبنعمل فيزيكال اكزامينيشن، الحاجات دي اللي هي تقريبا ماتت كتر ما إحنا بنجري ورا انفستيجيشن والأدفانسد انفستيجيشن، وأحيانا بتبقى مضللة وأحيانا بتبقى متعبة جدا. بعكس اللي إحنا شايفينه يعني من خبرتنا، ودكتور محمد يعني بيصر على النقطة دي بشكل كبير جدا، إنك أحيانا بيبقى عندك مفاتيح كويسة جدا في الهيستوري، مفاتيح كويسة جدا في الاكزامينيشن. لو انت خدت المفتاح صح زعلك على رأي الدكتور محمد هتعرف تدخل من الباب الصح، وبالتالي هتقدر تمشي في السكة الصح، انما لو دخلت من الباب الغلط يعني غالبا هتوصل لسكة غلط يعني. دكتور محمد ان شاء الله النهارده هايلايت ازاي في الهيستو فيزيكال اكزامينيشن خاصة في فيلد صعب زي الجينيتكس نقدر نستخدمها ككلوز ان احنا نقدر ندخل في الحالة، وازاي نقدر نوصل لدايجنوز او على الاقل نحط ديفرنشال دايجنوز على رؤية وعلى علم. اتفضل يا دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكرك يا دكتور عز على الدعوه، وانا متشرف بالناس اللي موجوده، ويا رب تكون القعده مفيده. اللي قلت عز هو ننقل على الثانيه بعد، يعني قلت اللي انا كنت عايز اقول. بالنسبه لي دايما انا في المقدمه يعني بقول حاجه معينه، هقول حاجه منها واحده بس، يعني قبل كل ميتنج في مقدمه بتبقى ثابته عندي. النهارده هقول حته صغيره في اقل من دقيقه هتفيدنا في الموضوع بتاعنا. احنا عندنا 3 انواع من المعلومات: معلومات متعلقه بالريسك فاكتور، ومعلومات متعلقه بالايرلي مين دايجنوستيك ديفرنشيتنج كلينيكال فيتشرز، ومعلومات متعلقه باسامي انزيمز واسامي سيندرومز والفول كلينيكال بيكتشر. أول حاجة اللي هي الريسك فاكتور دي مهمة جدا جدا جدا، وخصوصا في البري ماريتال ايفالويشن لو اتنين عايزين يتجوزوا، بحيث في دواء معين اللي هو الفوليك اسيد لازم يتاخد عشان يمنع النيورال تيوب ديفكت، وفي تحاليل معينة من ضمنها تحاليل الثلاسيميا صورة دم كاملة وهيموجلوبين الكتروفوريسيس عشان امنع الثلاسيميا، واشيل انفايرومنتال كونتريبيوشن بتبقى ريسك فاكتور في حالات المالتي فاكتوريال ديس اوردرز زي البرونكال اسما والدايابيتس والهايبر تنشن، ويعني حاجات كتيره جدا مش ده الوقت لذكرها. النوع الثاني من المعلومات اللي هو الايرلي مين دايجنوستيك ديفرنشيتنج كلينيكال بيكتشر، ده مهم جدا عشان اشخص بدري زي ما هنشوف دلوقتي، ولما اشخص بدري هعمل ايرلي مانجمنت وامنع الكومبليكيشن. المجموعه الثالثه اللي هي من وجهه نظري ما لهاش قيمه وللاسف، اللي هي اسامي انزيمز وسندرومز وفول كلينيكال بيكتشر. اسامي انزيمز انا شايف اللي يحفظ اسم انزيم ده يعني بيظلم نفسه وما لهاش قيمه. الموبايل موجود ممكن تفتح على المرض اللي انت عايزه وتطلع اسم الانزيمز. اسامي سندرومز هنشوف دلوقتي برضو حفظ اسم سندروم فظيع للوقت وللمجهود، يكفي ان انا اقول ان اتوقع ان ده سندروم زي ما هنشوف في السلايدز اللي بعد كده ازاي ايه هو سندروم واشخصه ازاي. والفول كلينيكال بيكتشر هديكم صوره بسيطه تبين ان الفول كلينيكال بيكتشر اللي يعرفها يؤذي العيان بشده، يعني زي مرض زي الاورجانيك اسيديميا المثال بتاعه ميفالونيك اسيدوريا، ده نوع من انواع الهايبر امونيميا والاورجانيك اسيديميا. ده فيه الفول كلينيكال بيكتشر بتاعته ال8 حاجات دول. تخيلوا الحاجات الاولانيه اللي هي الايرلي ريكرنت ايبيزودز اوف فيفر ديورينج انفانسي. طيب لو حبيت حتى احط معاها سكن راش وشويه ارثرالجيا ماشي، لكن استنى لغايه ما يبقى معاه سايكوموتور ريتارديشن، سيريبيلر اتاكسيا، هيباتوسبلينوميجالي، ليمفادينوباثي، وشوفوا الاخرانيه دي شورت ستيتش، يبقى هو العيان ما هو جاي لي منتهي، هستفيد ايه؟ عشان كده مهم، وانا لو اكتشفته بدري هعرف ان ده ديفكت في الكوليسترول بايوسينثيسيس وهقدر اديله علاج، ان ده من ضمن الامبورن ايروز اوف ميتابوليزم. السلايد دي بتوضح انه
الايرلي مين دايجنوستيك ديفرنشيتنج كلينيكال فيتشرز اللي هي الاساس، والفول كلينيكال بيكتشر دي احنا بنأذي العيان، اللي عايز يعرفها يعرفها لمزاجه، لكن ده بنأذي العيان وبندي انطباع للطلبه انه لازم يبقى عارف الفول كلينيكال بيكتشر، بالتالي بيبقى دماغه ما بيشخص الا لما يشوف كل الثمان حاجات دول، لا انا عايزه يتوقع اول ما يشوف نمره واحد. ده المقدمه اللي انا كنت عايز اقولها. واحنا مش هنستعمل في الكلام بتاعنا، والكلام بتاعنا هنتخيل ان احنا قاعدين في العياده الخارجيه في اسم في مستشفى الاطفال، والعيانين داخلين علينا، وبنستعمل الايرلي مين دايجنوستيك ديفرنشيتنج كلينيكال فيتشرز عشان نوصل لبروبر فاينل دايجنوزز. عشان اوصل لبروبر فاينل دايجنوزز ابقى عارف ان الامراض اللي في الدنيا كلها، والسلايد دي انا لو يعني علمتها للطلبه بحيث زي الدكتور عز ما قال ان يدخل من انهي باب، هم اربع ابواب لكل الامراض اللي في الدنيا. اول باب فاميليال، يعني ايه فاميليال؟ يعني المرض ران ان فاميليز، لكن لغايه النهارده ما فيش حد عارف له سبب. كونجينيتال، يعني ايه كونجينيتال؟ يعني الطفل مولود كده، بس مش كل لازم ازود كلمه بقى، مش كل الكونجينيتال هيريديتري، ولا كل الهيريديتري كونجينيتال، لان الامبورن ايرزو ميتابوليزم هيريديتري وبيبقى نورمال ادفيرس. الانفايرومنتال اللي هي الاكواير ديزيزز اللي كلنا عارفينها، كل الانفكشن وكل المال نيوتريشن. الهيريديتري بقى لازم لما ادخل على مرض هيريديتري اعرف ان هو نوعين، نوع جينيتك ونوع مالتي فاكتوريال. الجينيتك نوعين، نوع على مستوى النيوكليوس ونوع على مستوى السيتوبلازم. اللي على مستوى النيوكليوس اللي هي الكروموزوم الابنورماليتيز، وهنقول مثال ليها ازاي كلينيكالي اشخصها، ومثال على مستوى الدي ان ايه زي معظم الامبورن ايرز اوف ميتابوليزم اوتوسومال ريسيسيف، وهنقول برضو ازاي في سلايد واحده اقدر اتوقع كل الامبورن ايرز اوف ميتابوليزم. طبعا مش عايزين ننسى في وسط الكلام ان كل كلمه هقولها في السلايد اللي جايه تتشرح في 40 محاضره، لكن احنا زي دكتور عز ما قال هدف المحاضره ان احنا نشوف مفاتيح رئيسيه احنا بنبص من غير تحليل ولا اضيع وقت العيان عليه. فيبقى جينات على مستوى نيوكليس وعلى مستوى سيتوبلازم هي الكونتنت ديس اوردرز، دي هنقولها المره الجايه برضه في سطرين ثلاثه اتوقع. يعني نبتدي بقى من حيث انتهينا، يبقى الاربع شوارع او الاربع ابواب اللي محتاج لهم مفاتيح، قلنا فاميليال وكونجنتال واكواير، الهيريديتري قلنا جينيتك ومالتي فاكتورال، جينيتك قلناها، المالتي فاكتورال جينيتك انفايرومنتال هتيجي وقتها ونقولها، اللي هي يعني عشان نوفر وقت هنقولها بساعتها بقى. عشان كده اللي انا هقوله النهارده جاست انترانس يوزنج اونلي ذا ديفرنشيتنج بوينت ان الهيستوري الاكزامينيشن سواء جنرال او لوكال، اللاب ابروتش اف نيدد، اللاب ابروتش اف نيدد سواء على مستوى الدي ان ايه اللي هو موليكولار دايجنوزيس، ودي غالبا هتبقى المره اللي جايه، او على مستوى الكروموزوم اللي هو سايتوجينيتك دايجنوزيس، او على مستوى الدي ان ايه والكروموزوم اللي هي الفيش تكنيك اللي هي موليكولار سايتوجينيتك، او على مستوى الميتوكوندريا سواء اللايسوسوم او البريكسوسوم او الميتوكوندريا، او الامبورن ايرورز اوف ميتابوليزم. نقول تاني انه الهدف بتاعنا المره دي انه احنا هنستعمل الديفرنشيتنج بوينت عشان اوصل لبروبر انترنس اللي هو الباب اللي قال عليه الدكتور محمد، يوزنج ايرلي مين دايجنوستيك ديفرنشيتنج كلينيكال فيتشرز عشان اوصل في الاخر لبروبر فاينل دايجنوز. نشوف هنوصل وهنعمل ده على الطبيعه ازاي. ريجاردنج هيستوري، مش عايزين ننسى اللي انا هقوله النهارده ده، بالاضافه للروتين هيستوري واكزامينيشن وجنرال وكل الحاجات اللي بنعملها في الاطفال، ده بالاضافه يعني ما يغنيش، بالعكس ان اديشن للكلام اللي احنا كنا عارفينه كلنا عارفينه في الشيت بتاع الاطفال. لكن هنا هنعمل في الهيستوري سبيشال فوكس على ثلاث حاجات دول، الانست والكورس اشخص بيهم بنسبه 100% الكروموزومال والامبورن ايرورز. لو الانست، لو الطفل مولود كده بالكلام اللي احنا هنقوله يعني الموضوع سنس بيرث، يبقى ده مع الكروموزومال. لو كان مولود كويس وليتر اون حصلت حاجات يبقى ده مع الامبورن ايرز وبس. البيديجري،
وجود كونسانجونيتي سجست الامبورن ايرورز، سيميلار كيسز سجست الامبورن ايرورز. الفيتا لوس، ودي نقطه مهمه، كلنا كنا عارفين زمان ان هي مع الكروموزوم الابنورماليتي، لا، لو الفيتا لوس اثناء الثلاث شهور الاولانيين تبقى مع الاوتوسوم الكروموزوم الابنورماليتي، لو بعد الثلاث شهور الاولانيين تبقى مع الامبورن ايرورز ميتابوليزم. الكونجنتال انومالي، لو العيان قدامي لقيت عنده كونجنتال انومالي بدل ما ادوخ نفسي، اول حاجه اسال في تراتوجين او لا. تراتوجين يعني ايه؟ any agent that can cause congenital anomaly in an exposed fetus، سواء الام تعرضت للاشعه، كانت بتاخد دواء، عندها uncontrolled maternal diabetes، uncontrolled maternal hypertension. يعني انا لو شفت في العياده طفل عنده كليفت ليب او بلد، مجرد ان انا لو سالت الام كانت بتاخد اسبرين وانت حامل، خلصنا من غير ما ادخلها في دوامات. لو شفت طفل زي كده شايفين الليمب انومالي والباك وسالتها ان كان عندها دايابيتس وما كانتش مظبطاه اثناء الحمل، يبقى ده نتيجه لانكنترولد ماتيرنال دايابيتس. يعني لو دخلنا بقى، لو شفت عيان عنده كونجنتال انومالي، المدخل السهل ايه عشان اشخص؟ اشوف الاول هي سنجل ولا مالتيبل. لو لقيتها سنجل مش هتخرج عن حاجه من الاربعه دول، ديفورميشن، مال فورميشن، ديسربشن، ديسبليزيا، ولو سندروم مالتيبل مش هتخرج عن سندروم اسوشيشن سيكونس. بسطر واحد اقدر اشخص ازاي الديفورميشن والمال فورميشن. لو ام حامل وداخل بطن وهي حامل حصل اوليجو هيدرامنس والرجل اتكونت كويس، الرجل اتكونت كويس وجت تكبر اتعوجت، يبقى اسمه ده ديفورميشن. لكن لو من الاول الرجل متكونه غلط يبقى ده مالفورميشن. يبقى الفرق ما بين الديفورميشن، الرجل كانت متكونه او العضو اللي هنتكلم عليه متكون كويس، ونتيجه الانفيرومنتال كونتريبيوشن عوجه اللي هنا ميكانيكال بريشر نتيجه للاوليجو هيدرامنس. هل المهم ان انا اهو الاثنين تاليبس، لكن هل مهم اعرف الفرق؟ اه طبعا، لانه لو هي ديفورميشن هبعتها لبتاع العظم ويعمل لها كبيره وتبقى زي الفل. لو هي مال فورميشن ادور على اذر انومالي احتمال تكون موجوده، بالاضافه هيبقى تصليحها صعب والريسك اوف ريكرنس بتاعها موجود عشان امنعه في الفتره اللي جايه. عشان كده المعلومه اللي مش هيستفيد منها المريض معرفتها زي قلتها، والمعلومه اللي هي الايرلي مين دايجنوستيك ديفرنشيتنج كلينيكال فيتشرز لو الطبيب ما عرفهاش يبقى مؤذي للمريض. الديسربشن ان هو زي الامنيوتيك فلويد باند، الرجل متكونه كويس وتلفت عليها امنيوتيك فلويد فبيطلع الحز ده، ودي مهمه جدا لما يجيني طفل زي كده اقول له في الحمل اللي جاي قول لدكتور النساء عشان يتابع اثناء الحمل اللي جاي، لانه الطفل ده حظه كويس، لو حظه وحش كانت الامنيوتيك باند ضغطت على الرجل جامد ونزل من غير رجل فبيبقى امبيوتيتد. فالحاجات دي على قد ما بساطتها منعها سهل وممكن تمثل للاسره مشكله. ديسبليزيا سوء تكوين على المستوى الانسجه اللي هي الحسنات ايا كان، مش مهم اسميها ايه، الحسنه دي عباره عن ايه، اي حد فينا عنده حسنه دي نوع من انواع الديسبليزيا. ممكن تبقى الديسبليزيا على مستوى نسيج كامل زي الكارتليج، يديني الاكوندروبليزيا والحاجات دي هتيجي سيرتها دلوقتي. طب السندروم عباره عن ايه؟ بسطر واحد، مالتيبل انوماليز لهم سبب، بس مالتيبل انوماليز، مالتيبل كونجنتال انوماليز لهم سبب، ومش هدخل في التفاصيل. السبب ده ممكن يكون كروموزومال زي الحاجات اللي ممكن نجيب سيرتها، او يكون سنجل جين زي اللورنس مونبيدل والبرادر بيل. الاسوشيشن يعني ايه؟ مالتيبل كونجنتال انوماليز بتحصل مع بعضها في كل في عائلات معينة بطريقة أكتر من عائلات أخرى، ولغاية النهاردة ما فيش حد عارف لها سبب، تسمى association. زي إيه؟ زي الفاتر association. الفاتر association ده vertebral anal tracheosophageal renal، دول بيجوا مع بعض في عائلات أكتر من عائلات في بلاد الدنيا كلها، ولغاية النهاردة ما فيش حد عارف لهم سبب. لو بعد المحاضرة دي حد قال لهم طلع لهم سبب، يتقلبوا من اسوشيشن للسندروم. يبقى السندروم مالتيبل كونجنتال انوماليز ليهم سبب، سواء على مستوى جين او على مستوى كروموزوم. الاسوشيشن مالتيبل كونجنتال انوماليز بس بيجوا مع بعض ومتكررين في عائلات اكثر من عائلات، بس لغايه النهارده ما فيش حد عارف لهم سبب. السيكونس من اسمها، انه زي اللي الخواجه بيير وروبن لما قالوا البيير روبن سيكونس. السيكونس عباره عن ايه؟ انه مجموعه من التشوهات الخلقيه واحد بيعمل الثاني، يعني بيحصل الاول سيفير ريتروجنيسيا
نتيجه الاول مانديبولار سيفير مانديبولار هايبوبليسيا يؤدي الى ريتروجنيسيا، والريتروجنيسيا تؤدي الى ريتروجلوسيا، اللسان يرجع لورا، واللسان لما يرجع لورا ان يترو يقف ما بين الرايت والليفت بالات يحصل كليفت بالات. فالسيكونس ده من التشوهات الخلقيه اللي يحدث اولها ثانيها وثانيها ثالثها والثاني ما لا يمكن يحصل من غير الاولاني وهكذا، فهي سيكونس. فيبقى المالتيبل اللي يبقى المالتيبل كونجنتال انومالي هتبقى يا سندروم يا اسوشيشن يا سيكونس، ويبقى خلصنا. ويبقى لما ادخل على عيان كونجنتال انومالي شايف كونجنتال انومالي، اول مدخل ايه؟ ما اشغلش نفسي اشوفها سنجل ولا مالتيبل. سنجل يبقى مال فورميشن دي فورميشن ديسربشن ديسبليزي، مالتيبل يبقى سندروم اسوشيشن سيكونس. ريجاردنج بقى جنرال اكزامينشن زي العادي في الاطفال عادي، بس سبيسيفيك فوكس على الاي كونتاكت. ان انا ادرس لاولادنا اقول لهم الاوتيزم بيتشخص بلوس اوف اي كونتاكت، يبقى دمرت العيال، لانه لو حصل لوس اوف اي كونتاكت العيان ضاع. لكن العيان بتاع الاوتيزم يتشخص قبل ما يطلع على السرير، لو شخصته بعد ما طلع على السرير مش هتعرف تشخصه. اي تشينج في الاي كونتاكت، اي تشينج في الاي كونتاكت، ما تستناش لغاية ما يحصل مشاكل، يعني بحيث يكون داخل في الطيب بتاع الأوتيزم. فيبقى أي تشينج في الاي كونتاكت أو أي تغيير بسيط في البيهيفير لازم أبتدي أتدخل. المنتاليتي الاي كيو، الاي كيو لو علمنا أولادنا، وده وجهة نظري الشخصية ممكن تكون يعني مش مظبوطة، أنا شخصيا بعتمد عليها، إن الاي كونتاكت مع الأطفال، لو خدت اي كونتاكت بتاع كذا ألف طفل من بداية حياتك نورمال، وكذا ألف طفل في intellectual disability، هتقدر بالاي كونتاكت تعرف الطفل ده. وانا عندي صور ممكن يجي سيرتها بعد كده او يعني مرات قادمة، الاي كونتاكت بتاع الداون سندروم ازاي لما بياخد الرعاية الكافية بيبقى completely normal، وازاي الاي كونتاكت تقدر حتى في الصور تقدر تقول ان الطفل ده كويس ولا مش كويس. الفيشز بقى اهم حاجه في لو في فيشيال ديسمورفيزم سنس بيرس، شايفين سهله ازاي سنس بيرس، طفل مولود بفيشيال ديسمورفيزم اتوقع ان هو كروموزومال ابنورماليتي. لو طفل كان مولود نورمال والفيشيال ديسمورفيزم حصلت بعد كده اتوقع ان هو امبورن ايرز ميتابوليزم. في اثنين سلايد بس اقدر اشخص كل الاوتوسومال كروموزومال ابنورماليتيز. ازاي؟ بالكلام الفاضل اللي هو قدامنا ده، to suspect diagnosis of all types of autosomal chromosomal abnormalities، انا محتاج ثلاث حاجات بس: facial dysmorphism، intellectual disability، ومولود كده. شايفين احنا بنضيع وقت الولاد بتوع البكالوريوس والله والماجستير والدكتوراه، يعني برضو التفاصيل بقى، لان الفيشال ديسمورفيزم قاعد اقول له برومالنت فور هيد، برومالنت تشين، هايبرتوليريزم، هايبوتوليريزم، لوسيت اير، الهيصه دي كلها قولها وانت مغمض مع اي اوتوسومال كروموزوم الابنورمال، حتى لو في كتاب كاتب شويه هنا وشويه هنا، فمشغلوش، اقول له ان في فيشل ملامح في الوجه غير مالوفه في العين، وانتلكشوال ديسابيليتي، والطفل مولود كده، توقع ان هو اوتوسومال كروموزوم الابنورمال. طب عشان توصل جست، لو لقيت فيه فيتال لوس في الثلاث شهور الاولانيين من الحمل يبقى ده سجست، لكن الثلاثه الاساسيين الاولانيين، شايفين سهله ازاي؟ طيب بعت العيان لتحليل الكروموزومات، وجالي التحليل بتاع الكروموزومات، جالي تحليل الكروموزومات نورمال ما تخضش، يبقى سندروم، وده بيحصل نادرا، سندروم ات جين ليفل مش ات كروموزوم ليفل. فده يخلصني خالص من الاوتوسوم الكروموزوم الابنورماليتيز. السكس كروموزوم ابنورماليتيز الخمسه بتوع السكس مش هنقولهم يعني، لكن ده كل واحد فيهم من السكس كروموزوم ابنورماليتي ليه حاجات تشخصه. هضرب مثل بس بالكلاين فلتر. الكلاين فلتر يتشخص بثلاث حاجات: تول ستيتشر، جاينيكوماستيا، سمول اتروفيك ديسك. جاينيكوماستيا يعني ايه؟ اوكرنس اوف بريستيش وناميل. طبعا مش فيش، احنا زي ما اتفقنا ان احنا بنقول المداخل بس، لكن كل مدخل ده يتشرح في 10 ساعات، مش وقته طبعا يعني. طب للامبورن ايرز ازاي اشخص كل انواع الامبورن ايرز بالسلايت البسيطه دي؟ اقدر اشخصها نورمال ات بيرث، الانست امبانتايل او جوفينايل اور ايفن اذر، والكورس بروجريس وبس. شايفين احنا بنشق على نفسنا وبنشق على اولادنا سواء في البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه،
وبنطالبهم بقى بالبول كلينيكال بيكتشر واسم السندروم وزي ما يعني اللي بيتم كله. واتس تايم بقى ان احنا نغير، ان الخواجه كتر خيره يعني شاف المرض وفيه كذا وفرحان، وهو من حقه انه يفرح بنفسه اكتشف المرض وقال في كل الحاجات اللي في الدنيا، ده انجاز ليه. احنا لما ناخد المعلومه من الخواجه نشوف اللي ندرسه ايه، والحاجه اللي عايز يروح حد يطلع عليها يطلع عليها، لكن تدريسه من وجهه نظري ولا ليه قيمه، لان انا لما اكتشف ان هو بالثلاث حاجات اللي انا هقولهم دول اللي هو امبورن ايرز، هبعت ان يعمل لي اكستندد ميتابوليك سكرين وهشخصه مع بي اتش مع شويه حاجات تانيه زياده. فيبقى ازاي اتوقع ان هو امبورن ايرز ميتابوليزم نورمال ادفيرس mostly normal adverse والانست امبانتايل او جوبنايل اور اذر والكورس بروجريسيف كل شهر العب من الشهر اللي قبل. طب ايه الحاجات اللي سجست ان هو امبورن ايروز؟ اي نيو بورن اتشخص ان هو انفكشن ودخل الحضانه وخد البروبر مانجمنت من الانتي بايوتيك ونوت ريسبوندنج ات از اي ماست تو اكسكلود امبورن ايروز ميتابوليزم، وجود كونسانجونيتي يرجح، وجود سيميلر كيسز يرجح. بالنسبه بقى لللوكال اكزامينيشن ده از يوجوال، لكن هنعمل سبيشال فوكس على الحاجات دي، طبعا مش هنقدر نتكلم عليها كلها النهارده، على السكال. يعني هنتخيل بقى ان احنا قاعدين في العياده الخارجيه والعيان لما يدخل لنا ايه اللي نشوفه في السكال؟ نيورال تيوب ديفكت المفروض ما نشوفهاش هنقول دلوقتي، الكونفالشنز في النك، التشيست كيج، بيرس ويت، الليم، الاوبيزيتي، الجينيتاليا، كونكتيف تيشو، السكن. طبعا دول محتاجين الف محاضره مش هنقولهم كلهم، هنقول حاجات بسيطه. في السكال لما عيان يدخل لي ابص لدماغه لو لقيت فيه كرينيال ديسمورفيزم وفيشيال ديسمورفيزم يبقى كرينيو فيشيال ديسستوسس، زي الصوره اللي انتم شايفينها دي، كرينيال ديسمورفيزم واضح وفيشيال ديسمورفيزم واضح. طب لو ما لقيتش حاجه غير الكرينيال ديسمورفيزم والفيشيال ديسمورفيزم بس ودورت في الولد ما لقيتش حاجه، يبقى ده سندروم مش هقول اسمه، هو مكتوب اللي هو الكروزو. انا يهمني مش هنقول اسامي سندرومز، اللي عايز يبص عليها يبص عليها، لكن يعني العيان داخل لي لقيت كرينيال ديسمورفيزم وفيشال ديسمورفيزم وادور في جسمه ما لقيتش حاجه، يبقى ده سندروم اروح ادور عليه على النت هلاقي اسمه كروزو. لكن ادور عليه تاني ابص على ايده لو لقيت معاه سندكتلي يبقى سندروم تاني، مش مهم ان يكون اسمه ابرت. طب ادور على ايه تاني؟ كل ده كرينيو فيشال ديسمورفيزم، ابص لصباع رجله الكبير لو لقيته عريض ولقيت الصباع الثاني والثالث شابكين في بعض فيهم سندكتلي يبقى ده سندروم، مش مهم اسمه خالص. لو لقيت معاه بوليداكتلي وسندكتلي والانتلكشوال ديسابيليتي باينه ان هي سيفير يبقى ده سندروم ثاني، مكتوب عندكم الاسم مش مهم خالص، باين الاسم يا ترى ولا الحاجه اللي فوق مداريه؟ باين يا دكتور محمد، باين يا بيه. تمام خلاص مش هنقول اسامي السندروم، اللي عايز يبص على السندروم يبص عليه، ده الكاربينتر سندروم. نمره اثنين بقى دماغه صغيره، خلوا بالكم من النقطه دي، دماغه صغيره فاميليا في علاج دماغها صغيره وزي الفل يعني نورمال خالص، لكن في نوع تلاقي سلوبنج فور هيد وبرومننت اير، ده بيبقى اوتوسومال ريسيسيف، كنا زمان بنقول عليه زمان خالص سنه 74 كنا بنقول عليه فاميليا المايكروسيفالي، طلع بعد كذا سنه ان حد اكتشف ان النوع ده بالذات اللي بيبقى فيه السكال سموث كده وما فيهاش ديسمورفيزم، ما فيهاش طالع ونازل، والاير كبيره وسلوبنج فور هيد، اتلقى ان ده اوتوسومال ريسيسيف مايكروسيفالي، هتلاقي في العيله كذا حد مش فاميليا يعني ده اوتوسومال ريسيسيف. المايكروسيفالي الثاني هيكون يا اما كروموزوم او سندروم، وتلاقي دماغه كده بقى شايفين ديسمورفيزم يعني الدماغ متلخبطه جامد. المايكروسيفالي يا كروموزومال واحنا قلنا نتوقعها ازاي، او سندرومال وقلنا عليه. وهنا الصوره دي والصوره اللي بعدها مهمه جدا عشان لما ننقل على الخواجه، الخواجه كتر خيره احنا بناخد كل المعلومات منه، للاسف احنا حتى ما بننقيش من الكلام بتاع الخواجه الكلام المفيد، وبناخد الكلام اللي هو مخترع وحقه وندرسه على اساس انه ده لازم يتدرس. يعني هنا المفروض مايكروسيفالي، شايفين الدماغ؟ لا، بالرغم ان ده من كتاب محترم انا مش مقتنع ان ده مايكروسيفالي، ودي برضو صوره لشبابنا لما يشوف في كتاب صوره مكتوب عليها 20 حاجه هو شايف حاجه واحده بس يصدق دماغه، لان ده لا يمكن يكون مايكروسيفالي. لكن ده الكورنيليا ديلانج يتشخص بالعينين الحلوه والرموش العظيمه والحواجب اللي ما حصلتش زي ما انتم شايفين.
لارج هيد بقى دي مهمه. لارج هيد ممكن يكون فاميليال برضه، في عيله دماغها كبير او راكيتك او نوع من نوعين من انواع الامبورن ايرز وميتابوليزم هم اللي بيكبروا الدماغ. جلوتاريك اسيدوريا يتولد ماكروسيفالي وبيبقى فيه بليدنج في البرين، مش هستنى لغايه ما يبقى بليدنج، مجرد اول ما يتولد ومعاه مايكروسيفالي يبقى ماكروسيفالي، يبقى احاول اشوف الامبورن ايرز وميتابوليزم او الهايبر اوكزالوري. الاثنين دول من انواع الامبورن ايرز وميتابوليزم اللي بيتولد بماكروسيفالي، فيبقى لو عيان مولود دماغه كبيره احط في بالي انه ممكن يكون امبورن ايرز، واروح ادور في الكتاب هلاقي الجلوتاريك اسيدوريا والهايبر اوكزالوري. او السوتو سيريبرال جيجانتيزم، وبرده كل زي ما بنقول احنا بنقول المداخل، لكن كل صوره من دول تتشرح بساعتين. او الهيدروكيفالاس انكريز اماونت اوف سي اس اف في الفنتريكلز بتاع البرين. النيورال تيوب ديفكت المفروض ما اشوفهاش عشان ادي فوليك اسيد، وده اللي انا اقدر ادي دواء وامنع الامراض، مش هقول اساميها ومش حد يعرف اساميها، بس شايفين ان انا ادي الفوليك اسيد والثقافه الخاطئه اللي احنا مش قادرين ننشرها عند الامهات، او اللي المفروض ننشر الثقافه الصح. الفوليك اسيد يتاخد قبل ميعاد الحمل بثلاث شهور والثلاث شهور الاولين من الحمل. للاسف الامهات اللي بيقول لي عندهم نيورال ديفكت تقول انا خدت الفوليك اسيد اول ما حملت، غلط. ده المفروض قبل ميعاد الحمل على الاقل ب 3 4 5 6 7 8 شهور، بس اقل حاجه 3 شهور عشان ما اشوفش الاشكال دي. شايفين يعني الاشكال دي ما اشوفهاش، ابسنس اوف كرينيوم الكلام ده كله المفروض ما اشوفوش. كل ده ما اشوفوش، وشايفين يعني يجي لي طفل زي كده عشان ما اديتش فوليك اسيد بسنجل لوب دي برين وسيفير سكال اند فيشال ديسمورفيزم اللي هو هولو بروزن كيفالي. مش مهم الاسامي خالص. الكومبالشنز بقى دي انا عملت مدخل كده صغير يسهل لنا الدنيا. في الكومبالشنز لما تشوف طفل كومبالشنز فرق ما بين هل هو سيزر ولا ابيليبسي ولا جيترنس بمنتهى البسيطه، لان كل واحده منهم فرقها عن الثاني كتير وبتفرق في التدخل. ايه هو السيزرز؟ السيزرز عباره عن ايه؟ كلمة واحدة disruption of the electrical communication between neuron in the brain بس. طب ايه الابيليبسي؟ condition of the brain causing seizures. وامتى الواحد يقول ان الطفل اللي قدامي ده عنده ابيليبسي؟ لو في اثنين unprovoked seizures من غير سبب جم وseparated على الاقل ب 24 ساعة. او one seizure وهو عنده حاجات تانية وانت بتكشف في هاي ريسك اوف مور. طب الجيترنس افرقها ازاي؟ بحاجات بسيطة، انه ما بيحصلش الا بستيميليشن وما بيبقاش في ابنورماليتي في الجيز ولا الاي موفمنت، ودي مهمة جدا وبتفرق وسهلة والام هتقول لك بيبرق بيحول بيعمل. وعادة لما الاقي جيترنس ده اتوقعه مع بيبقى اسوشيتد مع الهايبوكالسيميا، وبنشوف حالات كتير جدا مجرد يبقى متشخص ان هو ابيليبسي ومجرد تديله كالسيوم يبقى زي الفل وفيتامين ده، او هايبوجلايسيميا او انفانت او دايابيتيك ماذر او هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي بيبقى كومن معاه. الكونفالشنز بقى نفسها الثلاث مراحل بري اكتال واكتال وبوست اكتال، بمنتهى البساطه البري اكتال بيبقى فيها irritability changes، الاكتال الكونفالشنز هنقولها، بوست اكتال بيبقى بقى الولد همدان ومصدع ونايم على الارض. الاكتال بقى مرحله التشنجات فوكال وجنراليز. فوكال في كلمه واحده يونيلاترال كولونيك موفمنت بدون الانشا اللي بيتقال في معظم الكتب. طب جنراليز يا تونيك يا اتونيك يا كلونيك يا كلونيك تونيك يا ام يا سوري يا تونيك يا تونيك يا كلونيك يا تونيك كلونيك يا ماي كلونيك. عشان نبسطها التونيك ايه؟ انكريز تون اور ريجيديتي بس. طب الاتونيك عكسها فلاسيديتي. طيب الكلونيك اهم كلمه فيها اللي متعلمها بالاحمر ريزميك كونتراكشن اند ريلاكسيشن. ريزميك يعني كلمه المدخل بتاعها مفتاحها ريزميك كونتراكشن. طيب التونيك كلونيك من اسمها ستارت تونيك زي اللي فات ذن تبقى كلونيك زي اللي شرحناه. طيب المايو كلونيك بقى بتبقى ودي بنشوفها كتير جدا، بنشوفها بس اشيل الكلام اللي موجود فوق ده
بنشوفها كتير قوي، بتبقى بريف اند اوفن سيمتريك كونتراكشن، وبعد كده تلاقي الطفل يتقلب على وشه، يبقى يجيله بريف وعاده بتبقى سيمتريك كونتراكشن كده بسيط، والوقت تلاقيه قلب على وشه لثواني with loss of body tone and falling down. يعني الام تقول لك الولد بيترعش كده شويه ويجي واقع على وشه ثانيه ويقوم تاني، ده المايكلونيك. في بقى نوع من انواع النينيتال سيزور، لما يجي لك طفل عنده نينيتال سيزور الجميله اللي تعملها له قبل ما تبتدي تفكر في التشخيص، ادي له بيوتين وفيتامين بي 6، وانا برجح كمان بي 1 وبي 12. لو الولد اتحسن يبقى ده من النينيتال سيزور اللي هي البيوتيدينيز ديفيشنسي والبايرودوكسين ديفيشنسي من غير ما تدوخه. ودي القاعده اللي انا بقول في بعض حاجات ادي علاج عشان اشخص، مش اشخص عشان ادي علاج، وبتبقى اسهل. وفي حالات كتيره لو جت سيرتها بعد كده هقول لكم ان انا لو استعملت علاج، يعني في البارشال تي اف البارشال تستيكولار فيمنايزيشن سيندروم، لو عملت في نوع منهم، لو عملت ابلكيشن للفايف الفا ريدكتاز كريم على الجينيتاليا وحصل بيراليزيشن يبقى شخصت، بدل ما ادخل بقى اطلب انزيمات. هنا برضو عندي نينيتال سيزورز مش هخسر حاجه، ادي له لمده اسبوع ويجيني بعد اسبوع بالكتير، وممكن بعد يومين ثلاثه بيوتين وفيتامين بي 6 اتحسن، يبقى خرجنا من الدوامه الكبيره بتاع النيونيتال سيزورز. السي ان اس اكزامينيشن مش هقوله، هو انا يعني ملخصه في الحاجات البسيطه اللي موجوده دي وسهله. امتى اشخص ابر موتور نيورون؟ وموجود عندكم سهله خالص مش عشان نوفر وقت. لور موتور نيورين النيورون ليجن المسل ديسيز اشخصها ازاي كلينيكالي، يعني وانا بفحص بالاكزامينيشن. امتى اقول النيورو ماسكولار جانكشن؟ انا هسيب السلايدز عندكم تبصوا عليها زي ما انتم عايزين. والفانكشنال ويكنس امتى اشخصه؟ يعني الفرق ما بين الابر موتور لور موتور ماسل ويكنس نيورو ماسكولار جانكشن والفانكشنال ويكنس، ده البيزك اللي لازم اي حد يكون عارفه بدون الدخول في التفاصيل الكتيره اللي ملهاش لازم. طيب النك بقى سهله، لما ابتدي ابص على دماغ على رقبه الطفل، رقبه الطفل فيه ابص على حاجات تشخص حاجات صعبه جدا بمنتهى السهوله. ابنورمال سيرفايكال فيرتبري هلاقي فيه ابنورماليتي في الاير والماندبل والسيرفايكال فيرتبري، ابص على اللور ايليد لقيت فيه نوتشنج، لقيت فيه نوتشنج يبقى شخصت ايه؟ شخصت تريتشر كولينز اللي زي ما مش مهم، يبقى شخصت سندروم مش مهم. لقيت نفس الحاجات بس النوتشنج فوق في الابر ايليد يبقى سندروم تاني فيه نفس الكلام الاير والماندبل والسيرفايكال انومالي بس اسمه جولدن هاب، مش مهم يعني. لكن ملخص الكلام لو لقيت النك صغيره ممكن هنا اعمل اكس راي عشان ومن غير ما اعمل اكس راي ابص على الاير والماندبل لقيتهم فيهم ابنورماليتي، ابص على اللور ايليد لقيت فيه نوتشنج ده يبقى ده سندروم، لقيت النوتشنج فوق يبقى ده الجولدن هارت. لقيت عنده سمعت القلب اسمع القلب بقى ساعتها، ولقيت الرقبه صغيره جدا وزي ما مكتوب كده الهيد ريستنج اون تشيست، تحس انه ملهوش رقبه، اسمع القلب لقيت قلب يبقى ده نوع من انواع السندرومات مش مهم خالص، اسمه كليبيفايل سندروم مش مهم. انا ضد حفظها ولازم كده، يا ريت الشباب بتوع يعني شباب المتوليين دلوقتي قياده الجامعات يعني يكون عندهم الجرأه بقى ويشيلوا الحاجات الزياده عشان يستنى مخ الطبيب في اريا للبروسيسنج والابداع، ما يبقاش مليان بالحفظ. انا وزي ما قلت المعلومات اللي هي من غيرها الطبيب ما يقدرش يشخص، لو مش عارفها ما يقدرش يمارس المهنه. وبقيه المعلومات اللي احنا قلنا بقى انزيمز وسندروم والبول كلينيكال بيكتشر دي ولا لها لازم من اساسه يعني. البرود نيك لقيت البرود نيك كلنا عارفين داون تيرنر او النونان سيندروم. طيب بعد كده اللي جاي كده بعد كده ايه الحاجات اللي موجوده دي للتشيست كيج، ابص للتشيست انا سبت الدماغ والرقبه انا بدي من فوق ولتحت، لما تزهقوا قولوا لي هبطل في اي وقت لانه المحاضره مش مرتبطه ببعضها كاتيجوريز. يعني للتشيست كيج ابص على ايه؟
ابص على الكلافيكل، وشايفين بقى اللي جاي ده يوضح الكلام اللي قاله الدكتور محمد، المفاتيح اللي هي سهله جدا وما يبقاش عيان شفته وما شخصتوش، وكان سهل اشخصه بكلام بسيط وما يجاليش بعد 10 سنين يقول يا دكتور محمد ده احنا رحنا مش عارف ايه واللي انت ما شفتوش قبل كده الراجل عرفه على طول. ابص على الكلابيكل والريبس والشيب بتاع التشيست. الكلابيكل ابسنت كلابيكل سهل ابحثها، ده ليه اسم كليدو كرينال مش مهم الاسامي، ابسنت كلابيكل او تكون هايبوبلاستيك، ولو هايبوبلاستيك اعمل له اكس راي لان ممكن يكون عنده ماربل بوندوسيز كمان اللي هو بيكنو الماربل بوندوسيز، الماربل بوندوسيز اللي هو الرخامي العظم الرخامي ده، لازم ابص على الكلافيكل بتبقى هايبو موجوده بس هايبوبلاستيك، لكن لقيت ماربل وما معهوش يبقى الماربل بوندوسيز العادي، وطبعا ده شرحه يطول برضه موجود في الكتب. المهم ازاي اشخصه. الريبس بقى دي مهمه جدا اللي بتوع الحضانات، شو لما لو لاقي شورت ريب يشوف الشورت ليمب وعنده اربع حاجات، يا يعني يلاقي خلاص شورت هو شورت ليمب وداخله في الحضانه لانه بيجي بار دي اس، لقى شورت ريب يبقى ده اسفكسيتنج ثوراسيك ديستروفي نوع وما معهوش غير شورت ريب بس، وطبعا بيبقى معاه سيفير ار دي اس، بس يدور بقى يشوف السكال فيها كلوفر ليب سكال يبقى ده نوع تاني اسمه ثانتروفيك، يروح يدور عليه ثانتروفيك ديسبليزيا. لقى معاه سمول بيلفيس، سمول بيلفيس ده نوع تاني اللي هو شورت ريب بوليداكلي سندروم تايب تايب 1. طب لقى هو بس ما معهوش شورت بيلفيس لعمى امبيجوس جينيتاليا يبقى شورت ريب بوليداكلي تايب 2. شايفين سهله ازاي من الاول كده، يعني عشان نعرف ان هي سهله. الحضانه دخل لي طفل شورت ريب يبقى ابص على رجليه هلاقيها شورت ليمب كمان، مش مهم رجليه لو حتى شورت ريب بس اخد بالي انه ممكن يكون ده اسفكسيتنج ثوراسيك ديستروفي، بس ادور اعمل له اكس راي سكال ليكون ثانتروفيك ديسبليزيا، واعمل له البلبس لو بلبس صغير يبقى شورت ريب بوليداكلي تايب 1، لو امبيجوا جينيتاليا مش محتاج حاجه وهشخصه على طول وبيبقى معاه حاجات تانية في الايدين مش مهم. شكل بقى التشيست، لقيت بارل شيبت تشيست ده سندروم وبيدخل في الديفرنشال دايجنوزز بتاع الام بي اس اسمه نيست سندروم. لقيت بيتا سكارينيتا ديسترنم مطرطره لقدام وظهره مدفوس لقدام اللي هو لامبر لوردوزز يبقى ده سندروم مش مهم ان اسمه كلوزن سندروم. ده شكل التشيست الحالتين دول وده شكل الريب. البيرث ويت انا هاخد رايكم، هل نعدي البيرث ويت واللمب وكده وندخل على الجينيتاليا ولا نكمل زي ما احنا يا دكتور محمد والساده الحاضرين؟ والله هي المحاضره هتبقى ريفرنس ليه يا دكتور محمد، فاعتقد تمشي أفندم؟ سيستمك. المحاضره نمشي هتبقى سيستمك ريفرنس، خلاص هتبقى نمشي ريفرنس سيستمك، لينا. ولما تزهقوا قولوا لي خلص زهق خلاص. احنا قدامنا شويه البيرث ويت انا عامل حاجات سهله كلينيكال بالظبط كاننا قاعدين في العياده، مش حاجات صعبه لانه قيمه المعلومه مش في انها مكلكعه، قيمتها ان هي اقدر اشخص بيها، وزي ما انت قلت الكلمه العبقريه المفتاح اللي افتح بيه وادخل على الاوضه الصح. البيرث ويت لو بيرث ويت، لو بيرث ويت ده لما يجي لي طفل لو بيرث ويت اهم حاجه ابقى عارف ان ده لا يمكن يكون جروس هرمون ديفيشنسي، دي نمره واحد عشان ما ندخلش في دوامات وجروس هرمون وخلافه، وان كان في بعض الزملاء بيحب يدوا كل الناس الجروس هرمون بالرغم ان انا بختلف في النقطه دي وكل واحد حر طبعا في رايه. فيبقى اللي جالك لو بيرث ويت ده جاي لك ان هو قصير، وسالت اسال على البيرث ويت لقيته كان نازل لو فيري لو بيرث ويت، استبعد تماما الجروس هرمون ديفيشنسي لان في الجروس هرمون الديفكت بيبقى في بيبقى مش في الجين بتاع البيرث ويت، بيبقى في الجين بتاع الريت اوف جروس. ده نمره واحد. بس قبل ما ادخل في اي دوامه اسال الام كانت بتاخد ادويه تراتوجينيك او كان عندها تورش او كانت بتدخن او جوزها بيدخن. نمره اثنين اسال على البلاسينتال انسفيشنسي. قبل ما ادخل على اي حاجه الثلاث نقط دول مهمين في اي طفل جالك قصير، اسال الاول الام كانت بتاخد، معظم الامهات دلوقتي بياخدوا مثبتات مش عارف ليه، فاسال الام الاول كانت بتاخد حاجه البلاسينتا كان اخبارها ايه، وبعد كده ادخل في الحاجتين اللي تشخيصهم سهل جدا. سيكل دوارفيزم هيبقى بيرد
المناخير بتاعته كده عامله زي مناخير الطائر، بيرد هيدد دوارف، بيرد هيدد دوارف. طيب افرقه عن الثاني اللي بيتلخبط معاه اللي هو ده ازاي؟ ثواني، اللي هو راسل سيلبر سندروم. الاثنين لو بيرث ويت، بس الراسل سيلبر سندروم بيبقى فيه هيمي هايبرتروفي، ونقطه. يبقى عندي اثنين لو بيرث ويت مش نتيجه للتراتوجينيك ومش نتيجه للحاجات الاولانيه اللي احنا قلناها، لو بيرث ويت. وحاجه من حاجتين، والاسهل اشوف فيه هيمي هايبرتروفي يبقى راسل سيلبر، ما فيهوش يبقى الثاني، وابص على مناخيره هلاقيه بيرد هيد. في مليون حاجه ثانيه بس موجودين في مليون مرض ثاني، فعشان كده مهم جدا اللي احنا قلناه الـ early main diagnostic differentiating clinical picture، مش الـ full clinical picture. طيب السيكل ده، سوري، راسل سيلبر سندروم افرقه عن ايه؟ اللي فيه هيما هايبرتروفي، لان دخلت في الهيما هايبرتروفي اهو، اشوف الحاجات الهيما هايبرتروفي الثانيه، في بيكوس وايدمان سندروم، بس اللي فرقه ايه؟ هتلاقي فيه ماكرو جلوسيا. سهل جدا. طب اللي عنده ماكرو جلوسيا ده يشككني في الماكرو جلوسيا اللي موجوده في حاجات ثانيه كتير، اللي هم ايه؟ ممكن يكون كاميلر، زي بدون ذكر اسامي الممثل العظيم اللي مراته ممثله عظيمه واللي ابنه مذيع بدون ذكر اسامي، لو تلاحظوا وهو بيتكلم تحس لسانه بيطلع بره شويه، ففاميليال ما خدش الناس. او بيكوس وايدمان سندروم اللي احنا شفناه ده، او ليبيدوزز. الجانجلوسيدوزز ثلاث انواع، جي ام 1 وجي ام 2 وجي ام 3. جي ام 3 هو اللي معاه ماكروجلوسيا، يعني عشان كده لما يجي لي، ودي طبعا لها محاضرات تانية مش عايز الخبطكم دلوقتي، لكن الماكروجلوسيا يعني ابص على الحاجات دي لو لقيت ماكروجلوسيا. وفي نوع احنا بننساه دايما في الميتوكوندريال ديسيز اللي هو بيناين انفانتايل مايوباثي، نوع من انواع المايوباثي، وبيتحسن لوحده وبيبقى كومبليتلي نورمال بس معاه ماكروجلوسيا. الاذر، الحاجات التانية اللي احنا ما بناخدش بالنا منها وبتبقى معاها ماكروجلوسيا، داون سندروم، الهايبوثايروديزم، الام بي اس، الكروزون هنقوله دلوقتي، والابرت والريبونو هنقولهم دلوقتي. الكروزون قلناه هو والابرت، ناقص الريبونو نوع من انواع الشورت ليمب دورفيس هنقوله بعد شويه. الاطراف بقى، ابص على الاطراف لقيتها قصيره ولا طويله ولا اذرز. الاذرز احلى حاجه يعني، يا رب تتبسطوا منه. الشورت، شورت ستيتشر، السلايد دي كفايه جدا لكل الشورت ستيتشر، يا اما بروبورشنت، يعني اول ما يجينا عيان شورت ستيتشر يا بروبورشنت يا نان بروبورشن، والنان بروبورشنت يا شورت ليمبد يا شورت ترانك، او شورت ليمبد وشورت ترانك. لكن ادخل مع الشورت ليمبد ممكن يبقى شورت ليمبد وشورت ريب، ودول قلناهم في الاسفيكسييتنج ثوراسيك ديستروفي دلوقتي. وممكن يكون شورت ترانكد معاه شورت ريبس برضه، او شورت ليمبد وشورت ترانك. السلايد دي اتحدى لو اي حد دخل له عيان كلينيكال، مع احترامي الشديد للسكورز واللي مش عارف برسنتايل ومش برسنتايل، احترامي الشديد ليها، دول والله يشخصوا لي ويغنوني من غير ما ادخل في دوامات، وخصوصا بعد الاستاذه الدكتوره عزيز غالي ربنا يرحمها يا رب، هي كانت عامله المقاييس بتاع الاطفال المصريين لغايه سن معين، يعني ما كملتش كله، فاحنا بنقيس بمقاييس اجنبيه، والسوشيال ده بيختلف، يعني كل جنس الريس بيختلف الاطوال بتاعته، فما تقدرش تاخد واحد كنترول لحد تاني. لو حبينا ناخد فرصه سريعه كده كلينيكال برضو، البروبورشنت نورمال فاريشن، عشان كده اول عيان ما يجي لي شورت ستيتشر والبروبورشنت اعمل له بون ايج، طلع البون ايج نورمال يبقى فاميليا، ديليت كونستيتيوشنال واطمنه اقول له هيبقى شورت تشايلد طول ادلت، واطمنه وما يدخلش في دوامات. في ناس بتحب تدي جروس هرمون، انا مش منهم. او نيوتريشنال، او سيستميك كرونيك ديسيز، او اندوكراينال، ودي محتاجه مليون محاضره، او انتراتران جروس ترديشن اللي احنا قلناها بالكلام بتاعها كله، او كروموزومال، وانا مش مقتنع بيها، يعني موجود في كل الكتب المحترمه الكروموزومال من ضمن البروبورشن شورت ستيتشر. هل ترايزوم 13 مشكلته شورت ستيتشر؟ ده عنده مليون حاجه والبلاوي كثيره، لكن لو عايز يعني نقف في النص اقول هختار ايه؟ هختار
بعض انواع التيرنر اللي هي بنقول بعض انواع تيرنر ممكن تبقى ما عندهاش غير حاجتين، تبقى كلينيكالي شورت وباللاب انكريزد جونادوتروبين ليفل. عشان كده بنقول اي نورمال فيميل بس شورت ومعاها انكريزد جونادوتروبين ليفل ات از ماست تو اكسكلود تيرنر سندروم، حتى لو ما عندهاش ويبنج اوف ذا نيك ولا شيلد تشيست ولا وايد سبيس نيبل ولا انكريزد كارينج انجل ولا كوركاتيشن اوف ذا اورتا، ما عندهاش حاجه، يعني دي ممكن ادخلها في الديفرنشال دايجنوز بتاع الشورت ستيشن. والداون على استحياء برضو ممكن ادخلها. النان بروبورشنال اللي احنا قلناهم خلاص مش هنتكلم عليهم، شورت ليمبت. الشورت ليمبت بس ما تحفظش اسامي، شوف هل هي في الايدين او نبتدي من فوق، هل هي رايزو اللي هي فوق الابر ارم، يبقى الابر ارم رايزو، الفور ارم ميزو، الايدين اكرو، او كلهم مع بعض تبقى كومباين، او معاهم او حاجه من دول ومعاها اذر اسوشيتد انومال. بس حط دي في بالك، حد امثله بسرعه كلينيكال. الرايزو الاكوندروبليس، الميزو اهي شايف القصر في النص، بس مش مهم تعرف حتى اسم السندروم، اعرف ان هو ميزو اهو في ايديه ورجليه، الحته اللي في النص اللي ما بين الفخذه فوق والقدمين. طب الريبينو الحته التحتانيه خالص ايديه اكرو، ممكن يبقى اكرو ميزو اهو بس من غير ما احفظ، معاها اذر اسوشيتد انومالي عشان نوفر وقت. لو لقيت معاه حاجات تانيه اعمل له اكس راي، هتلاقي عنده ستيبلينج اوف ذا بيبسس اللي هي كوندروسبليزيا بانكيتاتا، مش مهم الاسامي. او الاقيه عامل صباعه الكبير كده اللي هي شورت ابدكت ثم وسيستيك اير، ده نوع من انواع الدايستروفيك ديسبليزيا، مش مهم الاسامي انا غصب عني بقولها. طيب لقيت معاه امبيجوا جينيتاليا، ده نوع من انواع الميل سودو هيرمافروديتيز، بيبقى شورت ليمبد ومعاه امبيجوا جينيتاليا اللي هي كامتو ميلك ديسبليزيا نتيجه للابسنت اتش واي انتجن، مش مهم هتلاقوها في نيلسون يعني. لقيت معاه امبيجوا جينيتاليا اللي احنا قلناها، ده بيبقى شورت ليب ريبس وامبيجوا جينيتاليا، وبيبقى الايدين فيها حاجه مش مشكله برضو، بيبقى فيها بوليداكتلي وساينوزز وكلام زي كده. طب شورت ليمبد وشورت ريبس، شورت ليمبد وشورت ريب احنا قلناهم مش هقولهم تاني، الاربعه اللي احنا قلناهم بيدخلوا في كل حته هم. شورت ترانكت الام بي اس، وده مش مجاله، ممكن يبقى شورت ترانكت وشورت ريب مجموعه اسمها كوستو. لما تلاقي الاثنين مع بعض اكتب كده التشخيص كوستو فيرتيبرال سيجمنتيشن انومالي وروح دور على 10 انواع، مش مهم الاسامي. ممكن يبقى الاثنين شورت ليمبد وشورت ترانكت زي الولد ده، شورت ليمبد وشورت ترانك، روح دور بقى سبوندايلو بيزيل ديسبليزيا كونجنيتا، مش مهم الاسامي بس تبقى عارف وتروح تدور في الكتاب او على الموبايل. طيب اللونج بقى دي سهله وهنعدي عليها صور بس عشان ارجع نحاول نختم بالاخرانيه اللي هي الاذرز، اذا وكان عندكم صبر ممكن اكمل. تول ستيتشر فاميليال او سنجل جين وكروموزومال، سنجل جين كلنا عارفينه المارفن والديفرنشال دياجنوز بتاع الهوموسيستينوريا، والديفرنشال دياجنوز بتاعهم الاثنين لو شاكك اوديه لبتاع الرمد، لو في ديسبليسمنت لللينس ابورد ولاترال يبقى مارفن، لو داونورد ونيزل يبقى هوموسيستينوريا، واعمل له اكستندد ميتابوليك سكرين هيطلع في الهوموسيستينوريا حاجات ومش هتطلع في المارفن حاجات، بس الاثنين دول من غير الانشا والدش اللي بيتكتب 40 صفحه على السندروم ده والسندروم ده. الكروموزوم بقى كلنا عارفينهم، الكلاين فلتر مش وقته، الكلاين فلتر وبولي اكس ومالتيبل وايت، ده ممكن نقول في محاضره ثانيه. دي بقى توضح بطريقه اكتر الكلام اللي قاله الدكتور عز، المفتاح. الاذرز ايه بقى؟ الراديوس، ابص على الراديوس، لقيت ابسنت راديوس، ابسنت ولا لا مش ابسنت، لقيت هايبوبليزيا اوف ذا راديوس، هايبوبليزيا اوف ذا راديوس، افكر في فانكوني يعني، مجرد اهو السهم موجود يعني. لقيت، احاول اجيب المؤشر بتاعي انا هنا، اهو ادي الهايبوبليزيا اوف ذا راديوس، هايبوبليزيا اوف ذا راديوس، لو لقيت كده من اول الطفل ما يتولد ادخل بسكه البنكون، يا اكسكلوج اعمل اكسكلوجن او اعالجه من بدري، ده المفتاح الاولاني.
ممكن تكون ابسنت راديوس. افكر على طول في ثرومبوسيتوبينيا مع ابسنت راديوس اللي هو التار سندروم. طب بالنسبه للصمب، ودي حلوه بقى جدا، اول الطفل ما يتولد ابص على صباعه الكبير لقيته صغير هايبوبلاستيك او ديسبليزيا اوف ذا صمب، ابص على القلب هلاقي عنده كونجنتال هارت وده سندروم اسمه هولت اورام، لقيته برود يبقى برود سامب سندروم، مش مهم اسم السندروم روبرشتاين تايبي سندروم، لا اسمه برود سامب سندروم، وبيبقى معاه انتلكشوال ديسابيليتي وبيك نوز زي بتاع السيكل كده، بس طبعا هنا السامب هيبقى برود سامب. لقيت اكتروداكتلي، ده الاكتروداكتلي اللي هي ميسنج ديجيتس فروم ذا ميدل، بس لو لقيت اكتروداكتلي ادور على اكتوديرمال ديسبليزيا وكليفتنج، لانه ده بيبقى اي اي سي سندروم، ده نوع من انواع الاكتروداكتلي معاه اكتوديرمال ديسبليزيا اند كليفتنج، واسم السندروم موجود فوق ملهوش قيمه. البوليداكتيلي صباع زياده، البوليداكتيلي لو ناحيه الصباع الصغير بنسميها بوست اكزيال بوليداكتيلي، لو ناحيه الصباع الكبير بنسميها بري اكزيال بوليداكتيلي، وده بيبقى موجود في الكلام فلتر. الاراكنوداكتيلي بقى الصوابع الطويله، هعمل الصباع الكبير زي ما انتم شايفين كده، الاقي الصباع الكبير بص من الناحيه الثانيه بالرغم انه مطبق ايده، بنسميها بوزيتيف ثامب ساين. ده موجود في المارفن زي ما قلنا قبل كده. طيب شورت سكوير هاند، لقيت شورت سكوير هاند زي ما انتم شايفين كده، شورت سكوير هاند اللي هي اراكنودكتلي، سوري مش اراكنودكتلي، اللي هي شورت سكوير هاند العاديه يعني، شورت سكوير هاندز براكي داكتلي، سوري شورت سكوير هاند براكي داكتلي. البراكيداكتيل اللي لو موجوده ابص لشعر الطفل، لو لقيت سبيرس هير يبقى انا واعمل اكس راي للكارتليج ممكن يكون كارتليج هير هايبوبليزي، مش مهم احفظ اسم السندروم. الاوبيسيتي سهله، هم عباره عن اثنين سلايدز، فاميليال او اللورنس مومبيدل زي ما اتفقنا، احنا قلنا كلاين فلتر، لا هو لورنس مومبيدل في السلايد اللي فات انا غلطت في الكلام، او برادر بيلي سندروم. عشان افرقهم ازاي بمنتهى البساطه، البرادر بيلي اتوقعه طبعا الاثنين هايبوجينيتاليزم، الاثنين هايبوجينيتاليزم والاثنين اوبيزيتي والاثنين عندهم انتلكشوال ديسابيليتي، بس اللورنس مومبيدل معاه ريتينال ريتينايتس بيجمنتوزا، البرادر بيلي ما معاهوش. البرادر بيلي اشخصه بقى ابص لايديه ورجليه فيري شورت سكوير هاند اند فيت، يعني بيتشخص من رجله وايده، وخصوصا الرجل تلاقيها قصيره صغيره جدا شورت سكوير فيت، وما عندهوش لا بوليداكتلي ولا عنده ريتينايتس بيجمنتوزا، عكس الاثنين دول البوليداكتلي والريتينايتس بيجمنتوزا موجودين عند اللورنس مومبيدل سندروم. نيجي بقى للجينيتاليا اللي انا قلتها في الاسماعيليه، بس انا وضبطها هنا، مش هتكلم على الجينيتاليا، هتكلم على الوباء اللي لو ما خدناش بالنا منه ممكن ينتشر، وانا من وجهه نظري دي اللي انا عايز اوصله النهارده. الجينيتاليا ابقى عارف ان في دي اس دي وهايبوجينيتاليزم ما لهمش صله بالهوموسيكسواليتي.